طول. احنا النهارده في مزرعه وانا مبسوطه قوي وقاعده بصور لكم كل المناظر الطبيعيه الجميله، والسماء ورايا لونها بامبا، بس هي مش باينه هنا ان هي بامبا، بس هي بامبا. وانا مبسوطه قوي، ولما باجي هنا كل مره مش بعرف اصور نفسي وانا بتكلم خالص علشان ببقى قاعده مع اصحابي وابني بجد. ما علينا، انا نسيم، انا هنا يا ابني. بجد اختفيت عنه لمده لحظتين. شعري النهارده غريب قوي. مهم، احنا هنروح كمان شويه ناكل اكل كوري نجربه. احنا في نويبع بالمناسبه، في سيناء برضو، سقينا الزرع، اكلنا سناكس، اللي هو بنقضي يوم مزرعه قوي. مش عارفه اشرحه ازاي غير كده، بس هو ده اللي بيحصل كده. ليه شعري كده؟ ليه مش عارفه اقول ايه بصراحه. بنقضي وقت هادي قوي دلوقتي. نسيم شافني وعايز يجي عشان ياخد انتباهي يرجعه له تاني. انا بقضي وقت جميل قوي هنا، ونفسي اجي اقضي هنا وقت اكتر بكتير. نفسي اقعد في مزرعه شويه، ابقى اللي هو بقضي. مش عارفه اشرح ازاي. كنت لسه بتكلم مع واحده صاحبتي ان انا حاسه ان انا في حياتي محتاج نظام، محتاجه امشي عليه عشان ما عنديش. حاسه لو انا جيت قعدت في مكان في الطبيعه هعرف احط السيستم ده. فعملت كام مره كمان محاولات لا تنتهي في اني انظم حياتي، في اني اعمل حاجه من نفسي. منظر جميل قوي ورايا، صح؟ بجد شكله حلو قوي. الشجر شكله جميل يا جماعه، جميل. خلاص اتس اوكي، تعالى يا باشا. باي باي. ازاي ده حقيقي؟ ازاي لون السما ده حقيقي؟ ازاي؟ يلا جو اهيد. الجو اليومين دول انا مش فاهماله اي حاجه، شويه حر شويه برد. كنت لابسه البروفر ده جوه البيت. ممكن بعد اذنك، انت مش الشخصيه الاساسيه في الفيديو ده، ممكن تقعد دي مساحتي شويه جوه البيت اللي هو برد قوي، والجو اللي هو بولوفر وشراب وكده. وبعدين اول ما بخرج في بقعه الشمس اللي هي قد كده قدام البيت، الجو حاسه صيف. يا حقيقي الجو اليومين دول غريب قوي، مش فاهم له اي حاجه. يا ظهري، انا بقالي فتره طويله مش بعمل اي استرتشات ولا بمدد جسمي خالص. ما عنديش اي فكره شكلي على الكاميرا، وانا حاطه البولوفر ده على دماغي عامل ازاي، بس ممكن اشيله. لما يبقى عندي صداع بعمل كده، مش عارفة دي اسمها ايه، يعني بدلك فروة راسي كده وبحرك شعري في نفس الوقت، عشان ساعات بحس انه لما شعري بيفضل ثابت في نفس المكان فترة طويلة بيعمل لي صداع. نهز فروة الراس كده شوية، صداع رهيب. يعني اعتقد ان عندي صداع علشان لسه ما اكلتش النهارده. الفتره دي ما عنديش نفس قوي ان انا اكل قبل اول ما اصحى. ولما عايز اكل، عايز اكل حاجه واحده بس، عايز اكل فول وعايز اكل بطاطس. ممكن عامه اطلب فول وبطاطس دلوقتي واضرب فول وبطاطس والصداع يروح. ازيكم، عاملين ايه؟ ايه اخباركم الشتا ده؟ شاركوني، انتوا اشخاص بتحب الشتا ولا بتحب الصيف؟ انا بحب الشتا في دهب قوي. بحبه في القاهره برضو عشان بيكون اسهل ان الواحد يتنقل من مكان لمكان في القاهره من غير ما يحس ان هو هيموت. انا حاسه ان في حاجه في عيني قوي، بس مش عارفه لو ده هاجس ولا في حاجه فعلا في عيني، لانه عندي الاحساس ده من الصبح. بحس في دهب انه الشتاء فصل جميل قوي والخريف وكده، فبحبهم قوي. بس في القاهره نسيت يعني، او عندي ذكريات مش واضحه قوي من انا كنت بحب الشتاء قد ايه. بس اعتقد كنت بحب الشتاء. كان بيحصل برضو ايفنتس كتير في الشتاء، اللي هو كنت بروح مثلا مهرجان افلام في سينما زاويه. انا وحشتني سينما زاويه قوي، والمهرجانات بتاعت الافلام اللي هي المستقله والحاجات دي حاجه كنت بحب قوي اتفرج عليها وبتلهمني قوي في الحياه. ممكن لو عندكم افلام مستقله لطيفه يا ريت تكون بالانجليزي، علشان انا بتعب من الترجمه. بس انا احسن الافلام اتفرجت عليها اعتقد ما كانتش انجليزي في حياتي، او يعني ما كانوش بيتكلموا فيها انجليزي. شفت افلام ايطالي جميله قوي، شفت اسباني حلوه قوي. ده بيبقى شكلي وانا مبسوطه وتعبانه الاثنين في نفس الوقت. انا مبسوطه الحمد لله، في نفس الوقت اللي هو عايزه انام، مع اني شربت قهوه بس عايزه انام. الايام دي حاسه ان انا عايزه افضل قاعده جوه البيت واولع شمعه واعمل حاجه سخنه او اشرب شوربه. وانا ممكن اعمل شوربه يا جماعه النهارده، هعمل شوربه عدن. هوريكم ازاي بعمل شوربه العدن، عشان شوربه العدن دي حاجة مهمة قوي في الحياة، بالذات في يعني بالذات في الحمل. بس هو عامة شايفة ان هي حاجة مهمة قوي انه كل الاشخاص تشرب شوربة عدن. اعتقد انه نعم يا قمر، اعتقد انه في مصر، انا مش عارفة شوربة العدن هي شوربة الكوارع ولا لا، يعني
احنا بنجيبها من مكان بيقول عليه عضم، لو هي شوربة الكوارع، بس هي جميلة قوي. وبعد الولادة اكتر حاجة بتساعدني، وفي الحمل طبعا مهمة جدا. بس في اول حمل مع نسيم كنت قرفانة قوي، فما كنتش بعرف اشرب اللي هو حاجات جامدة كده، مش فاكرة، ما غامرتش قوي اعتقد في اول حمل. يعني التغذية بتاعتي كانت اللي هو شيبسي وشوكولاتة اكتر. بس المرة دي انا حاسة ان انا طبيعية قوي، يعني طبيعتي اقرب، يعني اللي هو انا حامل مثلا ببقى تعبانة اكتر، او في لحظات اللي هو الصبح ببقى عايزة ارجع، وفي ايام ببقى مجهدة اكتر من العادي. بس حاسة انه من ناحية الاكل والروتين والكلام ده عارفة اكون نفسي الحمد لله. والحمل ده عامة مختلف قوي عن الاولاني، وده صعب بيحسسني انه طب هل ده معناه ان هي بنت؟ عشان هو موضوع هي مختلفة قوي، او البيبي ده مختلف قوي عن نسيم، ولا ده معناه انه بس تاني حمل بيبقى اريح بكتير؟ بس عمري ما تصورت التباعد، اللي هو اول حمل بالنسبة لي كان متعب قوي، بس برضه عشان انا نفسيا كنت بعدي باللي هو اللي بيسموه spiritual psychosis، او اللي هو روحي كانت اللي هو مش عارفة اشرحه ازاي. فكانت فترة صعبة في كل حاجة ولا ايه، مش متأكدة، بس الحمل ده مختلف قوي. المهم انه هعمل شوربة عضم النهاردة، عايزة اوريكو ازاي بنعملها. بس ممكن اقول لكم الطريقة، انا بجيب العظم بخرجه من الفريزر، حطه في الفرن 20 دقيقة عشان بهاريز بنسميها بالمصري، بس عشان النخاع ومش عارف ايه اللي جواه ده يجمد، ولو في اي شوية زفارة من اللحمة تروح. وبعدين بسويه بحطه على البوتاجاز في حلة فيها مية، وبعد كده بقى بحط توابل كتير قوي، بحب احط شوية كاري، شوية كركم، اسمه ايه، بسم الله، قرنفل، اسمه ايه، حبهان، بحب الحبهان قوي. انا عارفه انه رايي غير شعبي شعري، بحب الحبهان، بحب ورق اللورا، بحب طعم الحاجات اللي هو اللي بيقولوا عليه ايرثي كده، زي الارض، اللي هو ممكن يكون ترابي شويه، اعتقد دي ترجمتها بالعربي. ما عنديش مانع لو اللي هو فيه اطعمه شويه مره، بحب كده. امبارح شربت كاكاو مع صحابي وكان جميل قوي، وكان مر شويه، اتبسطت قوي. انا اصلا امبارح اتبسطت قوي قوي مع صحابي، بس ما صورتش اي حاجه، بس اللي هو اتعشينا مع بعض وشربنا كاكاو. اليوم اللي قبله كنت في مزرعه معاهم برضو، واللي هو بحاول ابقى اكتر في مجتمعي مع اصحابي، ما اعزلش نفسي لوحدي، علشان الحياه بتبقى اسهل بكتير واحنا في مجتمع، بس في نفس الوقت لقيت التوازن بتاع اللي هو امتى نقعد مع بعض وامتى اقعد لوحدي وكده، وامتى. بس انا بدا يكون عندي ثقه اكتر في الناس بكتير وفي الاصحاب، وبدات تبقى المحادثات بتاعتي او التفاعل بتاعي مع الاصدقاء في صراحه اكتر، واللي هو لما في حاجه بستغربها او في حاجه مش فاهماها او عايزه اطلب مساعده بطلب اكتر بكتير من الاول، وده مساعد قوي في انه علاقاتي تبقى احسن وصادقه اكتر. وبعد كده بحس بالامان اكتر في العالم لما بيبقى عندي اصحاب حقيقيين، بعرف اثق فيهم، بحس انا مش لوحدي لو حاجه حصلت. حاسه انا متحمسه قوي، طاقتي طاقه الابتكار حاسه رجعت عندي تاني، طاقه المشاركه حاسه رجعت عندي تاني قوي. لو عايزه اعمل بودكاست واتكلم واصحى الفجر اقول افكاري وبعد كده ارجع انام تاني، وحاسه ان انا بقيت قريبه قوي تاني من الكاميرا، علشان انا بحب الكاميرا دي يا جماعه. الكاميرا التانيه مش ليا، يا رب حافظ على الكاميرا دي ارجوك، واحفظها لي وما تبصش ولا يحصل لها اي حاجه. المهم انا كنت بحاول اقول ان انا قاعده في الشمس، عشان الموسم ده ببقى عايزه قوي اقعد كوزي جوه بيت تحت البطانية مع فيلم او مع كتاب او مع مش عارفة ايه، بقى مش ببقى عايزة اطلع برا قوي، بس في نفس الوقت ببقى مبسوطة قوي بالجو برا، لو ده منطقي. انا عامة اكتشفت ان انا عندي ميول لان انا اقعد جوه البيت فترات طويلة، ممكن عادي استقبل ناس تجيني مش مشكلة، بس بحب قوي اكن جوه البيت. بس اعتقد لو انا عايشة في مكان مفتوح اكتر وفي ناس اقل، ممكن اخرج برا البيت اكتر. حاجة مضحكة قوي ان وجود ناس كتير في الشارع بقى حاجة، اللي هو بالنسبة لمعظمنا ده حاجة، انه في ناس، ما كان في ناس ولا لا، ده بقى اللي هو بيحدد قوي احنا هنروح ولا لا او هنخرج ولا لا، مثلا هنحس براحة او ننبسط احنا هناك ولا لا. سبحان الله، اتمنى ان ده يتغير قريب، اتمنى ان احنا كبني ادمين نعرف نقعد في مكان مع بعض ونحس بالراحة، ما نحسسش الشخص التاني بعدم الراحة. وده ممكن يبتدي باننا نبطل نحكم على نفسنا ونبطل نحكم على الناس. ماشي، انا هدخل جوه دلوقتي وهشرب مية وكده، حاسة ان انا خلاص قعدت في الشمس كفاية، ولا خليني قاعدة شوية كمان برضو، مش عايزه ابطل كلام عامه، خلاص كده حاسه انه كفايه. نسيت اقول انه امبارح درجه الحراره نزلت فجاه، بقى الجو برد قوي، وصحيت كذا مره في الليل، فحاسه ان انا نايمانه قوي. معلومه مهمه جدا كان لازم اقولها، معلش. يلا هروح اجيب سندوتشين فول بقى، بحب الفول قوي يا جماعه دلوقتي، مع ان انا بجد فترات تانية مكنتش طايقه اكله، كنت زهقت منه وقلبت بقيت اللي هو طعميه،
شابة طعمية، بس انا رجعت الفول تاني. انا من زمان وانا بحب الفول، نفسي اعمل فول في البيت. الموضوع مجهود قوي، مش مجهود، هو زي شوربة العظم كده. وانا قلت بعمل ايه بشوربة العظم بعد ما اطلعها الفرن. بعد ما اطلعها من الفرن بحطها في شوربة وبحط كل التوابل كل التوابل، وبعدين بعد ما بحط التوابل والعظم وكل حاجه والميه بقوم مغطياها، بس سايبه حته مفتوحه عشان الغطا ما يقعدش يعمل بق بق كده. وبغليها مثلا لمده ايه 12 ساعه، اللي هو بدخل انام واحط النار على الواطي خالص 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 زي ما بيعملوا مع الفول كده. وبعدين بدخل انام واصحى الصبح بقى ازود شويه ميه عشان مش بحبها تكون جيلاتينيه قوي، بحبها تكون شوربه اكتر، شوربه دسمه بس شوربه. بحط سمنه كتير على فكره، بحب احط سمنه برده، السمنه بتساعد قوي، السمنه شيء عظيم. المهم بس بسيبها 8 ساعات 12 ساعة، بعد كده بصحى تاني يوم اغمس المج بتاعي. لا بهزر، عشان لما جربت اغمس المج بس بقى بيتوسخ قوي. احط بالكبشه في المج بتاعي مشروب صباحي شوربه عدن. بحب احط ليمون كتير قوي، بحب احط ليمون كتير عشان يخفف الدسامة عليا. يعني بحط ليمونيه كامله تقريبا ليا انا لوحدي. متحمسه قوي اشرب شوربتي. موسم الشوربه. انا بستنى الوقت ده السنه كلها، الصباح اللي هو بيبقى فيه لسعه برد والقهوه السخنه فيه بتبقى تحفه، واللي هو لازم اشربها على طول عشان ما تسقعش. تحفه. بيبقى سهل قوي اخرج في الشتاء بره عشان البيوت بتبقى اسقع من بره، ورا بيبقى فيه شويه شمس ادفى، فاللي هو اول ما بصحى ببقى عندي رغبه رهيبه ان انا اخرج بره على طول، عكس الصيف خالص. نلبس الهودي؟ لا مش محتاجه اللذيذه دي على الصبح. فيه بس كان نفسي القهوه تبرد ابطا من كده او على مراحل يعني. يا لهوي ببص جوه المج دلوقتي، ما خدتش بالي غالبا الست الجميله اللي بتنضف نسيت او ما غسلتش المج كويس من جوه. هي معزه. بتقول لي ماما ماما انا عايزه اشتري ده وده 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 وافطاري شويه حاجات ناخدهم معانا في البيت عشان ما ينفعش. بلاش نحط ده، ممكن نحط المعلقه. شايف المعلقه؟ نحط المعلقه نقلب بقى كده عشان السكر يدوب. بس حط جوه كده، كان ممكن نسلم ماما تقلبه وبعد كده تقلب تاني. خد بالك عشان سخن القهوة سخنة. سيبه جوا، مش عايزين نطلعه. Three.